يعني انت يا سيرتي ليش مستصلتيها كتير؟ شوفي لقلك هذا شايفه الخط الازرق بتضلي انتبهتي بتروحي معه هي بتطلع معك تفصيله الصدر كامله مثل ما هي. لك يا سمر انت ليش عم توجعي لي راسي؟ نقي الصوره يلي بدك اياها وانا الك علي طالع لك اياها الموديل احلى. تعالي انت يصير هي الخياطه مو مثل الخياطه العربي، ليش؟ لانه هي جورنالات بقلبها في بترون والبترون مرسوم عليه القصه كامله، اذا اتبعتيها بيطلع الفستان معك مثل ما هو. شوفي هي ليكي ما احلاها، هي على عيونها على الجسم وشقره كمان مثل زعبينه بفرد شكل. لك خالتي خيلتيني الله يعينكم يا هالجيل. هلا هذا حلو طالع مثل قفص العصافير، وهذا شو عجبك بهالكتف هذا مثل النافخ عضلاته؟ بكره بتشوفي الطقم، بكره بتشوفي الطقم اللي مخيطته لام خالد يلي بده يشوفها لابسته وهي رايحه ليفتكرها راجعه. خالد امتى يصير؟ ليش هيك عطتيها وش لام خالد؟ بكره امي بتزعل اذا دريتها، بعدين هي ام خالد لا تشوفيها بتترقوص وبتحكي طول الوقت هي سلاله ومن تحت لتحت والا ما تعملنا مشكله. طيب ليش لا تساوي لنا مشكله؟ اصلا هي حطتني واسطه بينها وبين امك، بعدين المسامح كريم والنبي وصى بسابع جار، اصلا انا ما هان علي وقت إن اجت انه انت ما تحكي معها. انت بغياب امك محلها وهي دايسه عتبتك يا بنتي. خاله ليكي انا لما شفتها جايه تفصل عندك قلت معلش بلا ما اقطع بنصيبك خليكي تسترزقي لك برشي. يا بنتي تعلمي مني، انا مثل امك ما قالوا عن عبس احسن لمين يسالك. عدي 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 انا بفتح. مين؟ تعال يا اختي ابو ابراهيم. من هو هذا ابو ابراهيم؟ هذا صاحب البيت بس امي عطته الاجره. افتح له. بحيله. السلام عليكم. عليكم السلام، خير يا اخي. وين اختي ام احمد؟ شو بتريد منها؟ انتهي لي عليها، عاوزه ضروري. اهلا عم ابراهيم، تفضل. مستعجل، بدي احكي مع الوالده كلمتين. امي مو هون، ليش ما دفعت لك الاجره؟ لا 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 بلا دفعت لي الاجره. حضرتك اختها؟ واهز يا اخي. بتطول الوالده لتيجي؟ في شيء ضروري عمو؟ ايه عاوزه ضروري يا بنتي. هي مسافرة ببيروت. مسافرة؟ لك انت شو عم تسوي على البلكون يا بنتي؟ سمعت عم تهدوا وتعمروا. يا اخي الله يفرج عليك وعلينا، هن عم يعملوا هالبلكون اوضة، لأنه مثل ما لك شايف إنه البيت صار ضيق. إيه سمار ليش هيك عم تنكشيني؟ الحق معك يا أختي، الحق معك، البيت صار ضيق. عمو سمار؟ نعم. بيت الجمعية مطويل. يو لا ايش بيت الجمعية لك أخي؟ حدا بيترك بيت سياح نياح بعين الكرش وبينشرف على قد سيارة. يعني قولك يضلوا بالبيت؟ اخ 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 يا ضحي يا ابو هذا تمام. اخ شو بك عمو؟ خير سلامتك. الله يلعن الديسك وساعته. الله يلعن الديسك وساعته. تفضل 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 اختي ام احمد ما بتساويها. اخ يا ظهري اخ. خربينه للمطبخ خرب. اخ اخ الله يلعن الديسك وساعته. اخ 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 لك وين رحتوا بالمشلة؟ وين؟ عمو ابو ابراهيم هدي حالك وخذها بالمنطق، هلا مين صاحب البيت نحن ولا انت؟ انت ما؟ لذلك انت لازم تنبسط، ليش؟ لانه نحن عم نحسن لك المطبخ تبعك، عرفت شلون؟ بعدين عم نزود لك البيت غرفة، لك شو بك عمو؟ يا حبيبي عم تحصلوني ببيتي؟ ولك انا قبلانه على علاته، بس سلموني اياه. لك اخي شو يعني زدتهم بالشارع؟ لك نخليهم يتمردحوا لي بالبيت على اجره 200 ليره بالشهر، بيت بنص البلد بيسوى هذيك الحسبه، لك مو حرام انا، مو حرام. لك اذا اجرته سياحي ببطلي ذهب و1000 مين ببوس ايدي وش وقفه لياخذوا مني، حرام عليكم حرام. طول بالك ان شاء الله ما بيصير الا يلي بيسرك وما بيضر ام احمد. اخ شوف يا عمو سمر لما بتيجي امك قولي لها الدنيا مو صلبطه وهذا بيتي اهلي ما ورثوها اياه. ايه قزما عظما انا لو بدي لاخليتكم من زمان وانا بعرف كل شيء اخباركم عندي اول باول وبعرف انه امك عم بتاجر اوض لاجانب. ها ها وهي مشروعكم ماشي عم تحولوا المطبخ لاوضه مشان تاجروها ما هيك؟ شوف اخي لا تطلع برجلتك على البنت، عندك كلمه حلوه اولى ما عندك كلمه حلوه استنى لتيجي ام احمد بتعرف ترد عليك. ماشي الحال اختي ماشي الحال، انا بعرف كيف بتصرف. ايه انا بعرف كيف بتصرف، بس وينكم بتفهموا ام احمد بلا ليش لما بتيجي تقولوا لها تنظم اغراضها
الظاهر ميتها خلصوا من البيت. سلام عليكم، سلام عليكم. كله مني خالي، كله مني. شو بدنا نساوي؟ شو الحل؟ احمد لا تجوش تفهم معنا مشواش. ايوه فكر، اذا لقيت حل احكي، ما لقيت اسكت. سمار احكي، لقيتي حل؟ خالي امتى يصير؟ انت ما كان لازم تحكي لأم خالد كل شيء، اكيد هاي المرأة وصراحة حكت كل شيء. لا مو معقول، ام خالد ما بتعملها. لا شبكم لسه رايحين جايين؟ زغيتوا لي عيوني، شو القصة؟ يا ست ام تيسير، انت كان ضروري تقولي لأبو ابراهيم انه بدنا نساوي المطبخ غرفة. هلا بروح على البلدية بيعمل تغيير مواصفات وبخلينا. ها ليش انت من سكان البيت شي؟ ليه ما قالت لك مرت عمي انه راح تجوزنا هون؟ ايه الله يقدم يلي فيه الخير يا حا. خالي ام تيسير هدي الماكينة شوي، ما عم بيخليني افكر صوتها. ايه الحق معك، شو عليه؟ بهدية ما بتلام. تفضل هي وقفتها، فكر على كيفك. انا قايمة اتوضى وصلي. يا الله بعد يا مو احمد. سمار هلا امك ما لقيت غير ام تيسير تجيبها رقوب عليها؟ اه بس انطقه، كل مشكلة من وراها. ما في مشكلة، المشكلة مو منها هي، المشكلة منا نحن، نحن اللي غلطنا. فرحان ما كان لازم نستعجل ونفوت بهيك مشروع. شو بدها تقول هلا امي؟ ولي امي؟ كل ما بتخيلها فايتة من الباب وجايين بدهم يخلونا، قلبي بغصل عند رجلي. إلا تشختنا على البلوعة. كله منك انت يا فرحان، بتعرف ليش؟ لانك انت اللي تبرعت تحط كلفة التغيير والألمنيوم. سمار انا ما مشانك عملت كل هالشيء؟ ما اتفقنا نعملها لامك مفاجاه لحتى ما خلي لها حجه تاجل العرس؟ ما انت بلسانك قلتي لي ايه يا فرحان هاي فكره امي من زمان وهيك بيطلع من المطبخ اوضه نوم؟ هذا كلامك تذكري، وانا شو بدي؟ انا بدي ارضيك وارضي امك مرت عمي. يعني هلا انا شو كثر هالحكي؟ لا حل، المطبخ لازم يرجع مثل ما كان، هيك بفهم انا. يعني يا فهيم 4-5 آلاف ليره لترجيع المجده وتظبيط اللي ابعناه، دول منين نجيبون؟ اه ولا تنسوا الرعبون دفعتوا لابو الدور. هلا انت خايف على الرعبو ونحن خايفين على البيت فرحان. ان شاء الله استفكرتوا، استهدوا بالله واستفكروا. راح افوت صلي ركعتين وادعي لكم انه تستفكروا. انا اللي بفهمه انه كل شيء لازم يرجع مثل ما كان، بركي اجت على البلديه. كم مره بدي اعد لك اياها انه اليوم جمعه والبلديه معطله، معنا وقت لبكره الصبح. اجت مين امي؟ ليه ما تعمل؟